الخيرات تأتينا. بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة رحاب الأزهر. والحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع جميل جدا جدا، وأنا ببدأه بسؤال: يا ترى حضرتك سألت نفسك أنا مؤدب؟ إيه رأيك في السؤال ده؟ سؤال كده يمكن ما خطرش على بالك بينك وبين نفسك، أنا مؤدب؟ طيب يا ترى أنا مؤدب مع مين؟ أنا مؤدب مع الله سبحانه وتعالى؟ طيب يعني إيه أنا مؤدب مع ربنا؟ طيب يعني إيه أنا مؤدب مع الرسول؟ يعني إيه أنا مؤدب مع أبويا، مع أمي، مع الناس، مع الصحابة؟ الله، ده الصحابة ماتوا، طب إزاي هبقى مؤدب معاهم؟ أبقى مؤدب مع العلماء، طب إزاي أبقى مؤدب مع العلماء؟ إزاي أبقى مؤدب مع المعلم؟ إزاي أبقى مؤدب مع الخلق جميعا؟ لما سيدنا ابن القيم اتكلم عن الأدب، أو ابن قيم الجوزية، ما هو ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، فلما اتكلم عن أنواع الأدب قال: الأدب مع الله، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الخلق. إيه رأيكم؟ موضوع جميل جدا هنتناوله في رحاب الأزهر النهاردة. ومعايا لأول مرة في رحاب الأزهر حبيبي الغالي الذي أحببته كثيرا قبل أن أقابله، وأحببته وأنا أشاهده وأشاهد فيه السمت الجميل الرائع، وأشاهد فيه اللباقة، وأشاهد فيه الفصاحة. أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه، أخي وحبيبي الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ خالد الشيخ. يا أهلا بيك. الله يبارك لك. الله بارك الله فيك. أقل من هذه الكلمات. الله يخليك يا حبيبي، تستحق وأكثر إن شاء الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. الله يخليك يا حبيب قلبي. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك. وأيضا معايا ابني الحبيب، ولأول مرة أيضا أقدمه، شاب من شباب القرآن الكريم. وأنا الحقيقة ببقى متعمد إن أنا أقدم الشباب دول علشان سبب رئيسي، هو إنه في يأس دلوقتي كده في الأمة، بيقولوا إن شبابنا كله شباب أغاني وشباب فيديو كليب وشباب سينما وأفلام ومسلسلات وكل الكلام ده وإنترنت. لا، أنا في رحاب الأزهر إيه رأيك إن بقدم لك نماذج علشان يبقى عندك أمل في الأمة وعندك أمل في شبابنا، زي ما في شباب منحرف، ونسأل الله لنا ولهم الهداية طبعا، هم أبنائنا، زي ما في شباب كده في شباب أيضا بيحفظوا القرآن وبيحبوا القرآن، منهم الشيخ محمد طلعت حسين، وقدمت لحضراتكم قبل كده إبراهيم راشد، وقدمت لحضراتكم قبل كده إسلام فكري، وقدمت لحضراتكم كثير من الشباب الحلوين قوي اللي انتوا تحبوهم وتقتدوا بيهم. وياريت كده تعلموا أبنائكم على القرآن وتربوهم على القرآن، لأن شوف شاب أمامي في بداية العشرينيات ومع ذلك حافظ القرآن الكريم كله، ومع ذلك يجود القرآن الكريم كله، ومع ذلك واخد سندين يعني في القراءة، السند من الدكتور محمد العوضي، وسند أكبر طبعا بكثير من الشيخ أحمد المعصراوي. وحنسمع دلوقتي في بداية الحلقة ابننا الحبيب الشيخ محمد طلعت. تفضل الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
لعلكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله الله جميل جميل الله إن شاء الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله الله الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله جميل جميل جدا ان شاء الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. تاني دي شمال. وجعل كلمة الله
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. عشت يا شيخ محمد بارك الله فيك، ربنا يكثر امثالك. ايه رايك شيخ خالد؟ الله ما شاء الله يوفق في الاختيار، ربنا يوفقك ان شاء الله. والله يعني حضرتك هي سبحان الله منذ عده اشهر كده فكره خطرت على بالي انه ليه ما نقدمش الشباب دول ونقول لهم انه شباب الامه فيهم خير ومنهم حضرتك يعني. ربنا يسترنا ما شاء الله. طيب شيخنا الحبيب احنا يعني ان شاء الله وبإذن الله نتوكل على الله ونعمل كده سلسلة في الأدب، لأن أنا حاسس كده بسوء أدب ما يعني في المجتمع بشكل عام. فربنا يجعلنا من المؤدبين يا رب. إنا لنشكو مما تشكو منه. آه والله. ربنا يعلمنا الأدب يا رب. ربنا يعافينا يا رب. آمين آمين. فإن شاء الله كده بنبدأ الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هو السؤال على فكرة برضو سؤال غريب، يعني ممكن واحد قاعد قدامنا دلوقتي أدب مع الله، طب هو المؤدب ده يعني مؤدب مع الناس وخلاص، إنما مؤدب مع الله ديت محدش يتصورها، فياريت إيه نقول للناس ليه يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقبل أن أبدأ في هذا الباب الذي أسأل الله عز وجل بمنه وبكرمه أن يوفقنا فيه وأن يعلمنا وأن يجعلنا من المؤدبين يا رب، أعبر عن سعادتي أن أكون في هذه القناة الطيبة المباركة التي أسأل الله بمنه وبكرمه لها ولجميع القنوات الإسلامية التوفيق في هذا الزمن الذي علا فيه الباطل وانتفش وانزوى فيه الحق وانكمش. ثانيا أعبر عن سعادتي الغامرة أن أكون مع أخ فاضل يعني ما علمت عنه إلا الأدب، وحينما حدثته في الهاتف فقلت ما أجمل الأدب حينما يكون الحديث مع الأستاذ محمد الذي أعلم عنه الأدب والخلق، الذي أسأل الله عز وجل أن يزيده أدبا وخلق. كرمك الله حبيبي. ومن الأدب أن أبدأ الأدب مع الله بأن أرسل رسالة إلى كل والد وإلى كل أم فقد ابنا أو بنتا في هذا الحادث الأليم وذلك المصاب الذي أصبنا به جميعا، أقول أسأل الله بمنه وبكرمه أن يأجركم في مصابكم ومصابنا، وأن ينزل عليكم وعلينا الصبر والسلوان، وأن يتغمد أبناءنا في الشهداء، وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى مع سيد الأنبياء المصطفى. وأسأل الله بمنه وبكرمه أن يجنب هذا البلد هذه المحن وتلك الإحن، وأن يعيد مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين وإخواننا في سوريا وإخواننا في بورما وإخواننا في فلسطين وإخواننا في العراق في كل مكان بمنه وبكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم تعالوا أيها الأفاضل لنعيش الأدب ونخص هذه الحلقة بالأدب مع الله. أقول اعلموا جميعا بأن لله جل وعلا طرائق بعدد الأنفاس، أقصر هذه الطرق وأنجع هذه الطرق وأفلح هذه الطرق إنه طريق الأدب مع الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أدبوهم وعلموهم. وهناك رواية عن علي بذات الكلمات قال: أدبوهم وعلموه. فالأدب من تطمع به نجع، ومن تردى به نفع، ومن تعطر به سطع. الأدب هو سبيل السعادة، وهو منشور الولاية، هو دأب الأنبياء وعمل الصالحين. الأدب هو الذي به سندخل على رب العالمين لننعم بالأنس، لننعم بلذة العبادة، لننعم بالمناجاة. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله حيث قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة، وقلة أدبه
عنوان شقاوته وبواره في الدنيا والآخرة، ثم قال: فما استجلب خيري الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. وهنا لابد أن نقف مع هذه الكلمة لأبعث بها رسالة إلى كل مصري وإلى كل مصرية، إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة على هذه الأرض يريد رحمات، يريد بركات، يريد عطايا من رب الأرض والسماوات. أذكر بما قال هذا الإمام القيم ابن القيم رحمه الله: فما استجلب خيري الدنيا والآخرة بمثل الأدب. لن تتنزل علينا الرحمات، ولن ننعم بالبركات، لن ننعم بوحدة الصف، لن ننعم بالأمن والأمان، لن ننعم بهذا الاستقرار إلا إذا عادت جميع هذه الأمة إلى ربها، تأدبت معه، رفعت راية الأدب معه. وهنا أستأنس بكلمات غالية قالها أحدهم، ألا يا شيخ محمد؟ نعم تفضل. من أساء الأدب على البساط. واحد كده دخل عند قصر ملك فقال لأدبه رد إلى الباب، نعم ده ما يخشش. ومن أساء الأدب على الباب وقف كده على حجرة الملك هيخش على الملك فأساء الأدب، نعمل إيه؟ لا يدخل طبعا، برا. برا طبعا. ومن أساء الأدب على الباب ندخله مع الملك؟ لا يمكن. أمال يقعد مع مين؟ قال رد إلى سياسة الدواب. يا سلام. يقعد مع مين؟ مع الدواب. ومن جالس الملوك بقلة الأدب قاده قلة أدبه إلى القتل ولابد. واحد يقعد مع ملك من ملوك الأرض كده ويسيء أدبه؟ طيب، من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب، ومن أساء الأدب مع الملوك قاده قلة أدبه إلى القتل ولابد. يا سلام. طب إذا كان هذا هو حال ملوك الأرض فكيف بملك الملوك جل وعلا سبحانه وتعالى؟ كيف ننعم بلذة العبادة، بطعم الإيمان، بحلاوة المناجاة، ببرد اليقين، بالتوكل، بالإنابة، بالاستعانة، بالاستغاثة؟ كيف نحقق المراقبة ونحن لم نتأدب مع الله جل وعلا؟ أيوة. أقول إن الأدب هو الدين كله، كما قال ابن القيم رحمه الله، الأدب هو الدين كله. بل اسمعوا لهذه الكلمة الغالية: فإن مناط دعوة الرسل بعد التوحيد الأدب. الله. مناط دعوة الرسل بعد التوحيد، بعد توحيد رب العبيد، هو أن نحقق الأدب. قال ربنا جل وعلا حكاية عن موسى حينما وقف مع فرعون وقال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. بل ربنا في موضع لم يتكرر في القرآن إلا في هذا الموضع أقسم 11 قسم على أن صاحب الأدب هو الذي يفلح في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاه، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، من زكاها، وقد خاب من دساها. ثم لابد أن يعلم كل مسلم وأن تعلم كل مسلمة أن الله جل وعلا لا يحتاج منا إلى صلاة ولا إلى الصيام ولا إلى حج. ربنا جل وعلا لا تنفعه منا الطاعة، وكذلك لا تضره منا المعصية. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتجد هذه الحقيقة مسطرة. ربنا جل وعلا يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. ربنا جل وعلا يقول: فمن ينقلب فإنما ينقلب على نفسه. وربنا جل وعلا يقول كما عند الإمام مسلم في حديث أبي ذر والذي فيه: إنما هي أعمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. فالأدب هو المراد من كل العبادة، وما شرعت هذه الشعائر إلا ليتحصل منها المسلم على الأدب مع الله تعالى كده. نعم. اقرأ كل وقائع الشعائر وحقائق الشعائر، ستجد أن المناط هنا، ستجد أن الهدف هنا هو أن يحقق المسلم من تلك الشعائر ومن تلك الأوامر والنواهي الأدب مع الله سبحانه. فالأدب هو الذي يجعل القليل كثير. الله.
طيب شيخ خالد، حضرتك ايه يعني ديت ممكن مثلا احد الاخوه او الاخوات يقول ده يعتبر توطئه لهذا الموضوع، مش كده برضه ولا ايه؟ او مقدمه لهذا الموضوع، وامتى حببتنا في الادب مع الله؟ طب ازاي بقى نبقى مؤدبين مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم، كيف نكون مؤدبين مع الله؟ الله يبارك بشكل عملي بقى. حاضر، اتفضل يا حبيبي. اقول استاذ محمد ربنا يحفظك، الادب لابد ان يعلم كل مسلم وان تعلم كل مسلمه هو الذي يجعل القليل كثير. نعم. وسوء الادب هو الذي يجعل الجليل حقير. يا سلام، عاوزين نتعلم الحته دي شويه. تاني كده الشيخ خالد. ان الادب يجعل القليل كثير. يا سلام. وسوء الادب هو الذي يجعل الجليل حقير. يا سلام. وقال الامام ابن القيم رحمه الله: كثرت الاقوال في الادب، ولكن حقيقة الأدب هو معرفة النفس ورعونتها وتجنب تلك الرعونات. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: والأدب في العمل علامة قبول العمل. الله. والأدب في العمل علامة قبول العمل. قبول العمل. يا سلام. الله. وما أجمل ما قال الإمام القيم ابن المبارك رحمه الله. محتاجين الكلمة دي والله. أوي أوي. قال: فنحن إلى قليل من الأدب أكثر منا في حاجتنا إلى كثير من العلم. الله الله. حاجتنا إلى أن نتعلم الأدب مع الله، وأن نتعلم الأدب مع النبي، وأن نتعلم الأدب مع الخلق. لابد أن نقف مع هذه الجزئية، سمحني الأول. صحيح. عشان نعرف إحنا محتاجين إيه. إحنا مش محتاجين أموال، وإن كان الكثير يشكو منا من الفقر ومن الأزمات، لكن والله إن حققنا الأدب لأصبحت هذه الدراهم القليلة بها نحقق السعادة. وكل كلمة أستطيع بحول الله أن أبرهن عليها، لأقول بحديث بل بأحاديث، لا أقول بمشهد لا بمشاهد. لا، ده أنا يعني لمست معايا قوي. نحن في أمس الحاجة إلى قليل من الأدب. نعم. أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. نعم. يا سلام، لأنه فيه فعلا ناس يعني آتاهم الله سبحانه وتعالى علما، لكنهم يتطاولون على الناس بهذا العلم ولا يستخدمونه في إطار الصحيح. وأنا أقصد بالعلم يعني مش العلم الديني فقط، وقد يكون العلم الديني، وقد يكون الله. يعني أنا مش عايز أقول الكلام ده، أنا مش عايز أقول الكلام ده. تفضل تفضل الشيخ. يعني أنا أحب أن أقف الأول مع بيان أهمية حاجتنا إلى الأدب. إلى الأدب. تمام. إحنا محتاجين نتأدب. يعني أنا هدي بس مثال صغير يعني بسرعة قبل أن نقف على العنصر الثاني. الطريق من القاهرة لما للمنصورة لا يستغرق ساعتين، احنا بناخده في 3 ساعات. ليه؟ نعم. طيب بناخده في 3 ساعات ليه؟ بعد فاصل اعلاني كده ان شاء الله ونكمل باذن الله. بعد طيب نكمل وهيجي فاصل بعد شويه ان شاء الله. اتفضل تعالى كده، وحضرتك مجرب معايا النهارده وشايف، هتلاقي ام واحد جه وقف كده وقفه مش في مكان. نعم. مع حضرتك الطريق ماشي كده، واحد عاوز يعدي كده. طب هو هي ايه المشكله هنا؟ مش ادب الطريق. تمام. واحد جاي في الطريق الايه المسرع، طبعا في حارات، جاء في الطريق المسرع وهدى السرعه. طب انت عاوز تمشي هادي، طب خليك في دي. نعم. لو اتعلمنا بس ادب الطريق ده اهو مع حضرتك. نعم. اتحلت مشاكل كتيره. طيب خد مشكله بس صغيره جدا، في على طريق امبابه الكمين عمل نص الطريق كده، عمل نصه حواجز ومحدش واقف، خلى الطريق اللي سعته مثلا 15 متر 20 متر 7 متر. ده يعطل كم؟ 3-4 كيلو. طبعا. ياخدوا كم في الوقت؟ خدوا معاه النهارده 3/4 ساعة. طب ليه؟ طب انت مش واقف. طيب فين ادب الطريق هنا؟ هنستأذن حضرتك في الفاصل. نعم. ونكمل ان شاء الله باذن الله. ناخد فاصل قليل ونكمل مع حضراتكم هذا الموضوع الشيق اللي هو موضوع الادب مع الله سبحانه وتعالى. الفرحة جائزة كبرى، سنعود. الفرحة جائزة كبرى، عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، وموضوعنا الجميل جدا مع حبيبي الفاضل والداعية الإسلامي المحبوب جدا والمقبول زاده الله قبولا، أخويا وحبيبي الشيخ خالد الشيخ، وموضوع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن هنكمل كده لأنه هتبقى بإذن الله تعالى عدة حلقات. ناخد كده فاصل قرآني لمدة 5 دقائق ونكمل مع أخويا الشيخ خالد. تفضل الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله ما شاء الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم. ذلك مثلهم في التوراة عليك إن شاء الله. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك محمد، بارك الله فيك.
قرآن حلو جميل لما بيقرأ كده بصوت جميل عذب. يا أهلا بك شيخ خالد. حبيبي احنا قبل هذا الفاصل كنا بنتكلم عن حضرتك، يعني عرفتنا أهمية وضرورة أن الإنسان يكون مؤدبا مع الله سبحانه وتعالى، ويعني بدأنا كده يعني كيفية الأدب، لكن عايزين صورة كده نختم بها إن شاء الله من صور الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لنجعل هذه الصورة رسالة إلى كل الأمة، ولا أستثني منهم أحد، إلى هذه الأمة التي تريد تمكين وسداد وتوفيق ورحمة وبركات. أقول والله ثم والله ثم والله لن ننال من ذلك شيئا إلا بأدبنا مع الله. الله، وتعالوا كده نعيش مشهد أو اثنين أو ثلاثة أو ألف، لكن نستحضر القلب بس ونرد بالمشاهد دهية على كل من يريد تنكيس راية الشريعة، وكل من يسيء الأدب مع الله، وكل من يتلفظ بكلمات والله لو حاسبنا الله جل وعلا عليها لا أطبق علينا السماوات والأرض. الله. هؤلاء الذين ينعتون الشريعة بالجمود، بالغلظة، بالقسوة، بعدم مواءبة هذا الزمان، بقول لهم تعالوا تعالوا كده نعيش مشهد هذا في كتاب ربنا وهذا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نعيش ونتعلم منه. عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجاء بها، اللي هو مين؟ إبراهيم عليه السلام. نعم. جاء بهاجر عليها السلام، اسمع كده، ووضعه عند البيت، عند دوحة فوق زمزم عند البيت، وليس بمكة يومئذ إنس ولا أحد. يا سلام. وترك معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وأراد أن ينصرف. أنا عاوز أي بشر يستحضر العقل في هذا المشهد، عاوز أي بشر يقول لي هل يطيق منا أحد هذا الحكم؟ هل إحنا في زمن اتعلمنا في المدرسة ديت؟ نعم. اللي قاعدين يقولوا الحق هيحكموا الشريعة، الحق هيمنعوا البكيني، الحق هيمنعوا الخمرة، السياحة، في إيه؟ نعم. في يا أخوانا، هو ده ديننا ولا احنا بنؤلف دين؟ وبعدين نجد من المطبلين والمطبلات ومن بقى من ايه اصحاب المنافع واصحاب المصالح، ادي صوره هنا عيشه نتعلم منها. هذا ديننا، نحن امه مسلمه. نحن امه لها دين، امه لها اطار نعيش فيه، ولن نخرج عليه البتة الا بالشقاء وبالضنك. هاجر عليه السلام في صحراء، انا عاوز نعيش المشهد ده في صحراء، الرمال من هنا ومن هنالك، وامرأة ومعها رضيع وفي جراف في تمر، في قد ايه؟ يا سلام، يكفيها ما يكفيهاش خالص، ما يعملش حاجه، واحد في صفر ما يعملش حاجه خالص. هياخد ايه يعني؟ طب وجراف في ايه؟ ماء، سقاء فيه ماء، هيبقى في ايه؟ نفترض وجبه يعني ولا حاجه، مش هيعمل حاجه. نعم. وهنا الرمال وهنا الرمال. واراد ان ينصرف، تعلقت به المرأة وقالت: يا ابراهيم اتمضي وتتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا أحد؟ فجعل لا يرد عليها، أعادت: يا إبراهيم أتمضي وتتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا أحد؟ فجعل لا يرد عليها. أنا عاوز نعيش المشهد ده، المرأة متعلقة به، أنت سيبنا لمين؟ أنت سيبنا فين؟ إزاي؟ هنا أدركت بأن الأمر ليس بأمره، إنما هو أمر من؟ الله وحكم الله. فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار: أي نعم. اسمع، ولتسمع الأمة كلها وليسمع أهل الإسلام، قالت: إذا لا يضيعنا، مش هنضيع، وإذا لا يضيعنا إن شاء الله. وشكرا لو تأدبنا مع الله. بارك الله فيك شيخ هادون، كمل بإذن الله تعالى إن شاء الله. معذرة يا حبيبي، شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة المباركة عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وموضوع الأدب مع الله والأدب مع الرسول والأدب مع الصحابة والأدب مع الناس ومع الخلق ومع الوالدين ومع المعلم ومع العلماء ومع العلماء ومع الخلق جميعا، إن شاء الله بإذن الله هنتكلم ونترك السياسة والجماعات التأسيسية والأمور دي ونعيش بقلوبنا كده وأرواحنا مع الله سبحانه وتعالى. بشكر في نهاية هذا اللقاء أخي وحبيبي الذي أحبه كثيرا، الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ خالد الشيخ، وبشكر ابني الحبيب القارئ الشيخ محمد طلح حسين. نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم تسامت أمتنا.